وفيما يعني المسيرة دي فضلت ماشية تنتج أعمال مختلفة جدا، والمسافات بينها كبيرة قوي. فهل حد يقول إنه لما مدرسة بحر البقر تحصل فيعملوا الدرس انتهى، لموا الكراريس بشادية في يوم، في يوم واحد، في يوم واحد تتكتب وتتلحن وشادية تغني ويفضلوا في الاستوديو لغاية الفجر علشان اللحن يطلع؟ أو إحنا عمال أبو زعبل لما حصل الاعتداء، أو لما تيجي فكرة الطفرة الصناعية فيعملوا مكن. أنا بدي أمثلة لأشياء ربما الناس ما تكونش، كانوا عايشين حب الوطن مع بعض. يعني اتنين بدل ما بيعشقوا واحدة بيعشقوا مصر، بيعشقوا مصر وبيعشقوها بلا حدود، ومصدقين جدا جدا في اللي بيطلعوه. وعلشان كده أنا شفت وأنا صغيرة حديث بينهم هما الاتنين، دي أحاديث. عارف لما تقعد مع حد فتلاقي بيكمل كلامك، تفتكر يا صلاح؟ يقول له طبعا. هو ما قالوش تفتكر ايه؟ ايوه. هو ما حد سمع من غير ما يحكي، هو سمع من غير ما يحكي. ف